هنروح الحقيقة مع حضراتكم لموضوع تاني والناس بتستناه من السنة للسنة، هو مهرجان كان السينمائي. أيام قليلة وكل أنظار العالم بتتجه لمدينة كان الفرنسية، وعلى وجه التحديد كمان محبي وصناع السينما. مهرجان كان السينمائي هو المهرجان الأعرق في العالم. فعاليات دي تخص الدورة 76، هتنطلق الشهر ده يوم 16 وبتستمر لحد يوم 27 كل سنة من شهر مايو. مهرجان كان 10 أيام من يعني صناعة السينما المبهرة للعالم كله. بنشوف كمان مؤتمر صحفي كبير هيعقد يوم الثلاث اللي جاي علشان يتم الإعلان فيه عن تفاصيل هذه الدورة، وللحقيقة فيها نقاط كتير تفرحنا احنا كعرب وكمصريين. بنشوف مشاركة عربية كبيرة جداً السنة دي. من النقاط المضيئة مثلا انه بلد زي السودان اول مرة هتشارك في المهرجان بفيلم اسمه وداعا جوليا في القسم اللي بيخص نظرة ما، لانه ده مهم جدا 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 انه يكون في تجربة سودانية اولى في مهرجان كان. ودي مشاهد بنشوفها مع حضراتكم على الشاشة من فيلم وداعا جوليا، واللي اعتقد بيحكي عن قصة الشمال والجنوب و يعني اللي بيحدث في السودان وتأثير ده على المواطن السوداني وما يعاني. كمان في الفيلم التونسي والسينما التونسية الحقيقة كمان بتشارك في المسابقة الرسمية بفيلم بنات ألفا للمخرجة كوثر بن هنية وبطولة النجمة الجميلة هند صبري. في اهتمام كبير بهذا الفيلم موجود في المسابقة الرسمية. كمان في مشاركة للسينما المغربية بفيلم أم كل الأكاذيب في قسم نظرة ما أيضا. الحقيقة كمان لو هنتكلم عن أسبوع هام جدا، وهو أسبوع النقاد اللي بيشارك فيه فيلم أردني اسمه إن شاء الله ولد. والحقيقة كمان إنه السينما المصرية حاضرة بقوة في هذا المهرجان. عندنا فيلمين قصيرين، هو فيلم عيسى وكمان فيلم الترعة. فيلم عيسى مشارك في مسابقة أسبوع النقاد، وفيلم ترعة ده فيلم للمخرج جاد شاهين وبيشارك في المسابقة الرسمية. الحقيقة بالنسبة لنا كمصر عندنا تاريخ طويل من المشاركات في مهرجان كان، ومصر كانت أول دولة عربية بتشارك في المهرجان بفيلم دنيا سنة 1946 عفوا، وده كان من إخراج محمد كريم وبطولة رأية إبراهيم. والمشاركات توالت بعد كده، وشفنا أفلام كتير زي صراع في الوادي، ليلة غرام، البيت الكبير، ابن النيل، حياة أو موت، كمان شباب امرأة للمخرج صلاح أبو سيف، الليلة الأخيرة للمخرج كمال الشيخ. حنو يعني أفلام مصرية عدة كانت متواجدة في مهرجان كان. لو هنروح لفيلم الحرام لهنري بركات، وطبعا المخرج العالمي يوسف شاهين كان ليه نصيب الأسد بأفلام كبيرة جدا موجودة في كان. لو هنرجع لفيلم الأرض، العصفور، وداعا بونابارت، اليوم السادس، المصير، والآخر اسكندرية نيويورك. حانو كمان تم تكريمه عن مجمل أعماله وبجائزة السعفة في مهرجان كان، ويعني وجوده كان وجود مشرف الحقيقة ومشرف لبلدنا في مهرجان كان. وأعتقد أنه أعماله هي الأكثر مشاركة كأعمال مصرية في مهرجان كان. من الحاجات كمان الملفتة للنظر جدا في هذه الدورة، والحقيقة يعني شيء إيجابي جدا جدا، هي أنه في الدورة دي أكبر مشاركة لمخرجات نساء في المسابقة الرسمية. السنة دي بنتكلم عن 7 مخرجات، السنة اللي فاتت كان 5 مخرجات. فكنا كده بنقول لحضراتكم يمكن نتكلم معاكم عن المشاركات اللي موجودة في مهرجان كان، المشاركات العربية ومشاركات المصرية. نتكلم مع حضراتكم عن النقاط المختلفة السنة دي عن السنة اللي فاتت. هنعرف بالتفصيل من المتخصصين. معنا على التليفون الناقد السينمائي خالد محمود. مساء الخير عليك وأهلا بيك. وطبعا يعني كل صناع السينما بتتجه أنظارهم لكان الأسبوع المقبل وصناعة السينما، ويعني شفنا أفلام عربية ومشاركات عربية السنة دي. بنتكلم عن الفيلم التونسي، بنتكلم كمان عن أول مشاركة سودانية بفيلم وداعا جوليا في مهرجان كان، المشاركات المصرية. حضرتك إزاي بتقيم المشاركات العربية في النسخة دي من مهرجان كان؟ مساء الخير. في الحقيقة أنا بشكرك على البانوراما الجميلة اللي حضرتك عملتيها عن
الدورة دي من مهرجان كان. في الحقيقة ده طبعا يعني أهم مهرجان سينمائي موجود في العالم من حيث الاكتشافات. يعني دايما زي ما بيبقى موجود مخرجين كبار لهم أسمائهم بيعملوا بيساهموا في تتويج اسم كان، دايما المخرجين الشباب موجودين وحاضرين في المسابقات، وخاصة في المسابقة الرسمية دايما بيفاجئنا بحاجات. الحقيقة السنة دي الجغرافيا السينمائية بتاع العالم حاضرة بقوة، التاريخ كمان، لأن المشاركات الأولى دي أنت في مخرجين بترسم تاريخ بوجودها في هذه الدورة. صحيح. كنت سعيد وانت بتعملي بانوراما للمشاركات المصريه اللي قبل كده، لكن في الحقيقه انا سعادتي اكتر بالجيل الجديد. الجيل الجديد هو كان اكتر ايجابيه في المشاركه بالمسابقه الرسميه او المسابقات الاهم زي نظره الماء ولا اخره، وقدر يحصد جوائز. احنا شفنا مثلا فيلم قصير 16 لسامح علاء اخر السعفة الذهبية في الفيلم القصير. شفنا مشاركات زي ريش لعمر زهيري وسعاد لايتن امين ويوم الدين لابو بكر شوقي واشتباك لمحمد دياب. في الحال السبع ثمان سنين اللي فاتوا كان في توهج الى حد ما للسينما المصرية، نتمنى انه يرجع تاني. انا في الحقيقة بقدر سعادتي بالفيلم التونسي لكوثر برهانية في المسابقة الرسمية، في الحقيقة ده تتويج للسينما العربية هذا العام في المهرجان، واعتقد انه الفيلم هينافس بقوة على السعفة. ينتمي لفكر مختلف بيمزج بين الوثائقي والدرامي، واعتقد ان اللجنة اللي بتختار في مهرجان كان بتبقى واعية قوي انها بتطرح الرؤى والافكار والاتجاهات الجديدة. حضرتك بتتكلمي على السينما السودانية. السينما السودانية في الحقيقة مخرجيها بيواجهوا تحدي كبير جدا لصناعة تاريخ جديد. وهم فازوا بأسد المستقبل لفيلم ستموت في العشرين في فينيسيا من حوالي ثلاث سنين. صحيح. للمخرج أمجد أبو العلا. السنة دي في الحقيقة الفيلم بتاع وداعا جوليا ده أول أعمال مخرجه محمد كردفاني، ونظرة ما على فكرة لا تقل أهمية عن المسابقة الرسمية، لأن هي مسابقة كبيرة جداً العالم كله بيقدم في مهرجان كان. هو واخد 21 فيلم السنة دي في مسابقة رسمية. إذا ما تبقى من الاختيارات الرائعة للسينما المبهرة في كل أنحاء العالم بتروح نظرة ما، وفي مرحلة أخرى لأسبوع النقاد وإلى آخر. كنت أتمنى في الحقيقة أن يبقى في فيلم مصري في المسابقة الرسمية، لكن السينما المصرية في يعني محتاجة دعم كبير لشبابها، واحنا عندنا شباب موهوبين كتير. هنكتفي هذا العام في الحقيقة بفيلم عيسى، وهو تجربة مهمة روائية أولى لمخرجه مراد مصطفى. أنا بعقد عليه أمال كبيرة في أنه يعلو من اسم السينما المصرية في السنوات القادمة، لأنه مخرج موهوب وعنده فكر سينمائي مختلف. أعتقد أنه ياريت ياخد جائزة أسبوع النقاد زي ما ريش خدها قبل كده. الفيلم عيسى ده فيلم طويل يا فندم صح؟ مين؟ عيسى ده فيلم طويل. عيسى فيلم طويل. انما الترعة فيلم قصير بيشارك في مسابقة اسمها سيني فيلم. يعني زي مسابقة من الدرجة في قسم رابع بالأفلام القصيرة اللي هي خاصة بطلبة الجامعات والمعاهد المتخصصة. انت أشرت كمان في إطار التواجد العربي المبهر لفيلم ان شاء الله ولد للمخرج امجد رشيد. ده هيبقى في اسبوع النقاد، ودي اول زي السودان كده لما اول مره تشارك في هذا المهرجان العريق. ده اول تجربه للسينما الاردنيه في مهرجان كان وفي قسم مهم. وفي الحقيقه هم عندهم فيلم تاني اسمه البحر الاحمر يبكي للمخرج فارس الرجوب، ده في نص شهر المخرجين، بس ده فيلم قصير. اعتقد انه هذا التواجد العربي مبهر. يعني في المخرج كمان عشان ما ننساش حد، الجزائري كريم عينوز، ده برازيلي من اصل جزائري، بيشارك في المسابقه الرسميه بفيلمه فاير براند. لكن هذا التواجد في الحقيقه متنوع، ومهرجان كان دايما بينصف السينما العربيه وبيسعى وراء التجارب الجديده. مش عاوزين ننسى حاجة مهمة قوي، إن فيلم الافتتاح جان دوباري مشاركة سعودية في إنتاجه. ودي محطة أخرى، يعني
هناك دول قادرة على صناعة أفلام للتنافس بقوة، ودول تقدر تحط نفسها في مسار الإنتاج السينمائي العالمي زي السعودية، وفي الحقيقة هي بتخطو خطوات كبيرة في هذا المجال. الفيلم طبعا بتاع جوني ديب وإخراج الفرنسية مايون، وهيبقى في الافتتاح، وده في الحقيقة بيديله قيمة كبيرة. وهو بيتكلم طبعا عن مأساة الملك لويس الخامس عشر عندما تعرف على فتاة من عامة الشعب لديها طموح كبير والقصر رفض ذلك. بنشوف ما بين صعود وهبوط وتحدي كبير للملك، هل هيستسلم لضغوط القصر أم هيستسلم لقلبه وقصة حبه. عظيم. استاذ خالد، انا عايز اسال حضرتك سؤال. العادي انه مهرجان كان دايما بيقدم او بيتحدث عن الاتجاهات الجديده للسينما، وفي بعد افريقي واهتمام افريقي، واحنا كنا بنتكلم عن اول مشاركه سودانيه، فهل هي حاله الافرو سنتريك والاهتمام العالمي اللي حاصل بيها ده بيتجدد في مهرجان كان؟ بصي، ده كمان يعني عاوز اتذكر معاكي فيلم مشارك في المسابقه الرسميه لمخرجه افريقيه بتشارك للمره الاولى. افريقيا طبعا فيها سينما عميقه، فيها سينما بتعبر عن قضايا اوطانها، وفي مخرجين كتير قدروا يثبتوا وجودهم وتوهجهم على شاشات المهرجانات الكبرى، لكن هي كالعاده قليله الانتاج، بتحتاج دعم، مجتمعات غير مستقره، ولذلك معظم مخرجيها بيبقوا عايشين في اوروبا. لكن طبعا مهرجان كان عينه على افريقيا من زمان في الاكتشافات السينمائيه، وتعالي نشوف هو ازاي احتفى اصلا بيوسف شاهين، ازاي قدمه للمجتمع الاوروبي. هو طبعا مخرج كبير، لكن هذه المهرجانات بتزيد، بتلقي الضوء على الاعمال، وبتعرف اماكن كثيره قوي من العالم ان هناك سينما موجوده في المنطقه العربيه، في مصر وتونس والجزائر والمغرب. ونتمنى ان مخرجينا الشباب اللي هم خدوا خطواتهم الاولى وقدروا يحظوا باشاده النقاد وجماهير مهرجان كان، ان هم يكملوا المسيره بالفيلم الثاني والثالث والرابع. صحيح. لان في الحقيقه السينما المصريه تستحق أن تكون متواجدة بشكل حقيقي ومتوهجة، وكده تبقى عملت الموازنة الكبيرة ما بين التواجد المحلي عبر شباك التذاكر والتواجد العالمي عبر شاشات المهرجانات الكبرى. صحيح. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الناقد السينمائي خالد محمود.